نعم بالفعل، الكل يعلم هناك ما يقارب نقص أو فجوة في وحدات السكن في العراق بحدود 4 ملايين وحدة سكنية، وهذا أكيد نتاج عدم وجود سياسات واضحة يعني تراعي حالة التزايد السكاني الكبير. العراق سنويا يزداد بحدود 1 مليون شخص، وبالتالي هذا يتطلب أكيد انشطار في العوائل المتواجدة في المساكن، أيضا التوسع وعوامل النمو الأخرى كلها تتطلب زيادة في عدد الوحدات السكنية. ولكن هذه المشكلة سوف تستمر ما لم تنتهج الحكومة سياسات من شأنها أن تخلق حالة من التنافس ما بين مثلا شركات السكن. يعني الآن هناك عدد من شركات السكن التي تقوم ببناء مثلا الوحدات السكنية، بالإضافة إلى القطع الأراضي التي يتم توزيعها من قبل دوائر القطاع العام إلى موظفيها، وبالتالي لم تكن هناك حلول واقعية. يعني اليوم حتى توزيع القطع الأراضي هذا لا يمكن أن يحل مشكلة السكن. ما هو مطلوب في العراق لمعالجة هذه المشكلة خلق حالة من التنافس ما بين هذه الشركات، وبالتالي يتطلب الأمر جذب شركات أجنبية مثلا في المجال العقاري حتى تنافس الشركات المحلية، وحتى تجبر الشركات المحلية على تخفيض مستوى أسعارها. يعني هناك أسعار مغالى بها لا تتناسب مع دخل ذوي الدخول المتوسطة يعني، وبالتالي هنا لم يكن هناك حل حقيقي. يعني اليوم حتى هيئات الاستثمار حينما تمنح أراضي إلى شركات البناء أو الشركات العقارية، هي بالنتيجة لم تضع شروطا مثلا ولم تحدد سعر الوحدة السكنية، وبالتالي تكون هناك مغالاة، وبين البينة والأخرى يتم رفع الأسعار حينما يكون هناك الطلب متزايد على هذه الوحدات. وبالتالي لم يكن هناك حل حقيقي لمشكلة السكن في العراق. نعم ضمن مدى حدود معينة فقط لذوي الدخول أو لربما لأصحاب الأملاك الذين يحاولون سداد هذه الأقساط المتسارعة لنقل. يعني اليوم حتى الوحدات السكنية التي يتم شرائها من المجمعات السكنية تقسط على مدى 3 أو 4 سنوات، وبالتالي هذا الأمر لا يقوى عليه أصحاب الدخول المنخفضة.